نروح للسوشيال ميديا ونتابع معاكم اهم اللي اتقال في السوشيال ميديا لنجوم كرة القدم، وهنبتدي بشريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، واللي كتب على تويتر بعد طبعا قرار الاتحاد الأفريقي بإيقافه مباراتين: لم أتجاوز وأنا داخل الملعب حتى يتم إيقافي خارجه بهذه الطريقة، أحترم الاتحاد الأفريقي وقراراته، لكن هل ما حدث يستوجب الإيقاف من الأساس أو حتى عقوبة؟ ولماذا لم يتم إيقافي عن مباراة العودة؟ وهل يتم حرمان اللاعبين من الأدوار النهائية بهذه السهولة؟ وأخيرا، هل فعلا التقرير هو السبب؟ كمان نشر عمرو السولية لاعب النادي الأهلي صورة ليه على تويتر من تدريب امبارح اللي رجع فيه للتدريب بالكورة، وكتب العودة. كمان عمرو بركات احتفل بعيد ميلاده على انستغرام ونشر صورة ليه وعلق عليها وقال شكرا على كل أمنيات عيد ميلادي. نشر كمان اسلام محارب صوره لعمرو بركات على الانستغرام وهناه بعيد بنته طيبين او انت طيب يا كتة يا متفعجي. نروح بقى للاعبنا المحترف محمود حسن تشيزيجيه، واللي احتفل بعيد ميلاده امبارح وكتب على تويتر اشكر كل من تذكر عيد ميلادي، ان شاء الله السنه اللي جايه تكون سنه سعيده على الجميع. كمان رمضان صبحي نشر صوره ليه مع تشيزيجيه على تويتر وكتب كل سنه وانت طيب يا عشره. كتب كمان حسين الشحات لاعب العين الاماراتي على صفحته على تويتر كل سنه وانت طيب يا حريف عقبال 100 سنه ان شاء الله. كمان صفحه الاتحاد الدولي لكره القدم على تويتر احتفلت بعيد ميلاد تريزيجيه وكتبت نجم المنتخب المصري ولادي قاسم باشا التركي محمود حسن تريزيجيه بيتم 24 سنه النهارده، تمنياتنا ليك بالنجاح الدائم وعيد ميلاد سعيد، نراك في قطر 2022 ان شاء الله. نروح بقى دلوقتي لكابتن زكريا ناصف واللي كتب على تويتر لأنها عائلة النادي الأهلي فمن الصعب بل من المستحيل محاولة الوقيعة ما بين الجماهير والأعضاء والإدارة والعاملين والفرق الرياضية، ولأنها عائلة الأهلي فهي دائما قوية ومتماسكة وعنيدة وتحاول التحديات والأزمات لإنجازات وبطولات، إنها عائلة الأهلي.